نبدأ رادار الأخبار بالملف النووي الإيراني، إذ قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المجتمع الدولي ينتظر عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. كما أكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد ضرورة إحياء الاتفاق ورفع كافة العقوبات المفروضة على طهران. ناقشت مع الوزير الإيراني آخر تطورات مفاوضات الاتفاق النووي، وقد عبر عن امتنان بلاده لموقفنا الثابت والصلب بشأن المفاوضات، كما أنه عبر عن شكره عن موقفنا الذي يطالب بالإسراع في إحياء الاتفاق النووي ورفع كافة العقوبات المفروضة على إيران. المجتمع الدولي ينتظر عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق بحسب قرار الأمم المتحدة، ونعول جميعا على نهاية هذه المفاوضات بشكل ناجح. ومن جانبها أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تسعى للوصول من خلال مفاوضات فيينا لاتفاق نووي ثابت ومستقر. وأضاف عبد اللهيان أن طهران بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق. الهدف من المفاوضات النووية في فيينا هو التوصل لاتفاق ثابت ومستقر. المفاوضات مستمرة ونحتاج لنص أقوى مما تلقيناه بشأن الضمانات، ونحن متفائلون في الجانب المتعلق برفع العقوبات المرتبطة ببرنامجنا النووي، كما أننا نحتاج إلى ضمانات موثوقة فيما يخص العودة للاتفاق النووي من قبل واشنطن، ونؤكد أنه يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس. وللمزيد من المتابعة معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد، كما معنا من واشنطن لقراءة واستقراء في أصداء هذه التصريحات اللي جاءت من موسكو على اللسان أو على الجانب الإيراني. معنا من واشنطن مراسلنا مجدي يزيجي، أهلا بكم معنا في رادار الأخبار. أبدأ معك أريج بداية عن أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي، عن أبرز الرسائل. هل هذا يدل على نوع من التنسيق المستمر ما بين الجانبين الروسي والإيراني فيما وصلت إليه مفاوضات فيينا؟ تماما إيمان، هو تنسيق مشترك إيراني روسي على ما يبدو، جرى التكريس والتأكيد عليه من العاصمة الروسية موسكو من خلال هذا المؤتمر الصحفي. طبعا المؤتمر الصحفي لا يأتي سوى على بعض الخطوط العريضة مما يجري بحثه خلف الأبواب المغلقة بين الوفود المشاركة وبين الوزيرين، لكن في هذه الخطوط العريضة ومما تم الكشف عنه، حضر الاتفاق النووي الإيراني برغبة روسية إيرانية يمكن وصفها كذلك مشتركة استعادة العمل به، على أن تكون الشروط التي يتحدث عنها الغرب والتي تنتظرها إيران مستوفاة من خلال طبعا رفع العقوبات بشكل كامل. موسكو على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أسمت بهذه العقوبات وأكدت على أنها غير مشروعة وغير قانونية، يجب رفعها دون ما شروط، وقال أن الاتفاق في صيغته التي طلعت عليها روسيا من خلال مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ترضيها تماما فيما يتعلق بالتزامات الجوانب المعنية بمتابعته والتوصل إليه. أيضا الجانبان أكدا على ضرورة مواصلة تعاونهما فيما يتعلق بالتصدي للعقوبات التي كنت قد ذكرتها منذ قليل. موسكو تتطلع إلى توسيع الشراكة مع إيران في النظام المصرفي، في نظام التبادل التجاري بين البلدين، في نظام الطاقة، أيضا في مجال الطاقة هناك تطلع لإقامة مشاريع مشتركة للغاز، وصولا إلى ربما إقامة مجمع مشترك روسي إيراني لبيع هذا الغاز. لكن هذا كله ما بعد العقوبات وما بعد رفعها عن إيران بطبيعة الحال، في حال إذا ما تم التوصل إلى استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني. كل ذلك إلى جانب قضايا دولية ملحة من بينها الأزمة الأوكرانية التي التي تحدث الوزير الإيراني عن إمكانية للوساطة الإيرانية فيها. بالتأكيد كان هناك إشارة لهذه المسألة، لكن التركيز الأبرز كان على الملف النووي والعودة للملف النووي. مسألة العقوبات مجدي، ولكن مسألة أخرى تلح عليها وتصر عليها إيران، وهي مسألة الضمانات. على ما يبدو أن الضمانات اللي قدمها الرد الأمريكي على المقترح الأوروبي غير كافية بالنسبة للجانب الإيراني. إلى أي مدى هذا يعقد المشهد؟ ماذا في أصداء هذه التصريحات في واشنطن؟
إيمان، المشهد معقد أصلا وأساسا بما يخص الاتفاق النووي والعودة إليه واستئنافه مع إيران. هذه نقطة. نقطة أخرى، المزيد من الضمانات لا تملكها هذه الإدارة الأمريكية، لأنه ما يجري الحديث عليه هو العودة إلى اتفاق وليس معاهدة. الفرق بين الأمرين أن المعاهدة بحاجة إلى موافقة من الكونغرس الأمريكي، وبالتالي يمكن أن يكون فيها ضمانات أعلى. أما الاتفاق فهو ممكن أن تمضي عليه فقط الإدارة، إدارة الرئيس بايدن والبيت الأبيض، وبالتالي الحديث هنا عن اتفاق وبالتالي ضمانات محدودة للغاية، لأنه في حال قدوم أي إدارة أخرى جديدة الحديث عن رئيس جمهوري مثلا في البيت الأبيض، إذن بضربة قلم يمكن أن يطيح بهذا الاتفاق مرة أخرى جديدة كما سبق وفعل بالفعل الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه نقطة. نقطة أخرى، هناك معارضة شرسة في الكونغرس إيمان من الحزبين الجمهوري وحتى الديمقراطي وقادة الحزب الديمقراطي لأي عودة للاتفاق بصيغته الحالية أو حتى بعض التعديلات التي أضيفت عليه مع إيران. هناك مطالبات بأن تكون هناك شروط قاسية جدا على إيران، وتحديدا ما جرى بالأيام القليلة الماضية سواء من محاولة الحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة لا يوجد فيها أو مسيرة أمريكية لا يوجد فيها قوات أمريكية، هذه نقطة، وفشلت فيها إيران. بعد ذلك الاعتداء على القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، هذه نقطة ثانية. كل ذلك يصعب ويعقد المشهد أكثر وأكثر، فإيران لم تبدي أي حسن نية تجاه الجانب الأمريكي خلال هذه المفاوضات، والآن تشترط على واشنطن العودة وإسقاط حتى موضوع التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا أمر مستبعد جدا بتصريحات الخارجية وبمواقف الكونغرس، وبالتالي مستبعد للغاية أن نرى إحياء هذا الاتفاق قبل منتصف نوفمبر المقبل، موعد الانتخابات النصفية الأمريكية. البيت الأبيض لا يريد إثارة أي بلبلة في الداخل الأمريكي بهذا الاتفاق كثير الجدل وغير المرضي عليه من الحزبين سواء الديمقراطي أو الجمهوري. إيمان، شكرا جزيلا لك. مجدي أزجي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك أيضا على هذه الإيضاحات. أريج محمد مراسلتنا من موسكو.